نفسا للحديث الثالث من الباب. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامه عن نريد عن ابي موسى عن ابي موسى قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اشياء غيرها فلما اخبر عليه غضب ثم قال للناس سلوني عما شئتم. قال رجل من ابي؟ قال ابوك ابو ابوك حذافه. فقام اخر فقال من ابي يا رسول الله؟ فقال ابوك سالم مولى شيبه. فلما راى عمر ما في وجهه قال يا رسول الله انا نتوب الى الله عز وجل. نعم اخواني في الله، ينبغي لنا ان نتنبه الى ان هذا الحديث فيه ايضا بيان كيف ان النبي صلى الله عليه وسلم غضب بسبب السؤال الذي لا وزن له. فبعض الناس يسأل اسئلة لا وزن لها ولا فائدة منها، فيسأل ما اسم أم فلان من الأنبياء؟ ما اسم زوجة إبليس؟ ما اسم في أشياء لا معنى لها ولا قيمة لها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على تعليم أصحابه فيقول لهم سلوني حتى أعلمكم. وفي هذا دلالة على أن من أكبر أسباب العلم هو السؤال، ومن صور العلم السؤال. وعندما يأتي طالب العلم ويحسن السؤال فقد قال أهل العلم السؤال حسن السؤال نصف العلم. حسن السؤال أن تعرف كيف تسأل. كم من مناظرة حدثت بين سني وبين بدعي انتهت بسؤال واحد من قبل هذا السني فانتهى النقاش لأنه أحسن السؤال. ذاك العالم عندما جاءه ذاك التلميذ فبعد أسبوع قال تحول عني أيها التلميذ فقد استنزفتني في أسبوع بسبب حسن السؤال. استنزف العالم. وبعض الناس يسأل 1000 سؤال لا فائدة منها. فهنا ويروى عن أبي حنيفة رحمه الله أنه كان يدرس الناس وكان متعبا فمد رجليه بسبب ألم في رجليه. فدخل رجل ذو هيبة فما كان من هذا العالم أبو حنيفة إلا أن ضم رجليه وهو متعب هيبة لذاك الرجل الذي قال هذا لعله من العلماء. فعندما أنهى أبو حنيفة درسه وكان يتكلم عن أوقات الصلاة وعن غروب الشمس وعن أوقات الكراهة وكان في العراق، فقام ذاك الرجل فقال أبو حنيفة من عنده سؤال في نهاية الدرس كعادة أهل العلم؟ فرفع ذاك الرجل يده فخاف أبو حنيفة. يعني كيف نجيب على سؤال هذا العالم؟ ثم قال نظر إليه نظرة إجلال وتواضع، كيف تواضع ورفع يده للسؤال؟ فقال تفضل أيها الشيخ سل. فسأل ذاك الرجل سؤالا فإذا به في قمة السخافة لا وزن للعلم فيه وليس فيه نوع من العلم. فهو يقول عن غروب الشمس فيقول يا شيخ فإذا لم تغرب الشمس ماذا نفعل؟ فقال أبو حنيفة أنا لأبي حنيفة أن يمد رجليه. فبعد قال وأنا
فهكذا إخواني في الله. فهنا غضب النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأسئلة، يقول لو سألوني ماذا عندكم من أسئلة حتى أعلمكم، فيقول ذاك من أبي يا رسول الله، سؤال. وذاك الرجل من أبي يا رسول الله، نحن فاتلين جوازات. فإذا إخواني في الله، فجاء التوجيه والتعليم النبوي وجاء التوجيه القرآني حتى أحسن الصحابة رضوان الله عليهم السؤال. فعندما تنبه عمر رضي الله عنه إلى هذا الأمر الذي أغضب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إنا نتوب إلى الله عز وجل. قال ابن بطال في شرحه لصحيح البخاري، قال فيه الاستبداء للعالم والتواضع له. فمن أراد العلم تواضع للعلماء، أما من نظر أنه مثلهم وأنه ليس تلميذا لهم فسوف يبقى جاهلا، لأنه يظن نفسه عالما فلا يتعلم، فيبقى على حاله لا علم عنده.